دكتور، الحالة الصحية للخروف اللي رايح للأضحية لازم يكون ايه؟ اولا لازم نبص على مواصفات الخروف العامة من العينين، لازم تبقى بتلمع وبراقة. يعني انت كدكتور تبقى عارف. تمام. وبرضو المربي او الراجل اللي هيشتري الأضحية لازم هو برضو يعرف العلامات دي. العين بتبقى بتلمع، الصوفة بتاعت الخروف مستريحة ومنسقة، مفيش اي هيشان فيها. الخروف اللي بيبقى فيه ديدان كبدية او معوية بيبقى فيه زي هيشة كده، الشعر او الصوفة بتبقى واقفة. لازم يبقى طبعا خالي من اي كسور، لازم يبقى بودن وبقرن. دي مواصفات الأضحية السليمة. بالنسبة للذكور لازم يبقى كاسر جزء السنان القداماني كده، الدليل ان هو حولي سنة. خالي من اي خراريج ظاهرية سواء في الكتف او تحت الرقبة او في اللية ومنطقة الفخذ. انتوا هنا كطب بطري السلالات المصرية قوية ومقاومة للأمراض؟ طبعا عندنا سلالات مقاومة للأمراض زي الأسيمي، الخروف الفلاحي، الرحماني، البرقي، كل السلالات دي شغالة جدا كويسة في مصر طبعا ببرامج التحصينات بتاعتها، سواء بتاخد حمى قلعية او بتاخد حمى 3 ايام مع برامج الهيئة العامة للخدمات البيطرية. الحقيقة دي بتتحصن كل 3 شهور بصورة دورية. وبالنسبة للنضج بقى؟ بالنسبة يعني للنضج من حيث التحويل، تحويل اللحم اليومي، يعني الخروف البرقي مثلا بيبقى تحويله من 50-60 كيلو أثناء فترة حياته. الخروف بيبدأ لو هو مربي تسمين بيبدأ يدخل مثلا في حدود 15-20 كيلو، بياخد 6 شهور مع المربي وبيبدأ يتسوق مرتين في السنة. طبعا هو بالنسبة للضحية بيبقى الطلب عليه زيادة في الضحية. في الخروف الرحماني ده بيمتاز طبعا باللحم وصوف اللي هي بتاعته متوسطة الحجم، وهو خروف عموما من 60-70 كيلو. فده بقى برضو بيبقى خروف مناسب للتربية وكويس جدا مع المربي. الشائع ايه في الأضحية؟ بالنسبة للخروف يعني الشائع ايه؟ هل الاقبال بيبقى على ايه؟ الاقبال المصري بشكل عام؟ الاقبال المصري بيبقى طبعا على الخروف اللي ليه قرن وودن والحولي سنة زي ما قلت لحضرتك. الخروف اللي هو المواصفة دي راح لمين بقى؟ بتبقى في أكتر تحققا في أي في التلاتة. أي سلالة موجودة سواء خليط أو مستورد من بلدان عربية شقيقة جنبينا لازم يبقى متوفر فيه الشروط اللي بقول لحضرتك. أنت كطبيب بيطري بقى بتفضل إيه لو أنت هتختار ضحية بتاعتك؟ أنا بفضل الخروف السليم اللي خالي من أي مرض، بغض النظر عن أي سلالة. المهم نسبة التصافي بتاعته تبقى كويسة معايا، خروف معلوف كويس. نسبة التصافي ما بتقلش عن خروف عن 50%. طبعا الأكل الجيد سواء أعلاف خضراء أو أعلاف مركزة، غير الأعلاف اللي هي اللي مش بتديني إنتاجية في اللحم. فلازم الخروف يبقى متغذي كويس قبل ما يتذبح عشان يديني نسبة تصافي كويسة ولحمة التست والطعم بتاعها كويس. جميل، اتفضل. شكرا. ده بالنسبة لك يعني ده خروف كده مثالي متنجد حلو، شعريته كويسة ما تيجي تشده ومفيش شعرية طالعة من مكانها. وقرن وودن لازم بتاع الأضحية، قرن وودن لازم، ويبقى كاسر. كاسر جوز يعني لو أي خروف مسكناه. بص ده لسه مكسرش أصلا، السنان كلها في مستوى واحد. واخد بال حضرتك؟ الناس طبعا بتفضل الكلام ده كده لأن ده في الشوي وفي التسوية بيبقى كويس. عكس الخروف اللي بيبقى كاسر جوزين أو ثلاثة، ده ما ينفعش في الشوي. ده طواجن لان بيبقى لحمه ناشف طبعا. لكن لازم يبقى في البدايه يعني. طبعا لازم يبقى صغير على الاقل سنه، يا ما كسرش زي كده يا اما كسر سنه. لكن اللي كسر جوزين واربعه وسته ده بيبقى خروف عجوز. بيبقى اصلا متربي طلوقه، واخد بال حضرتك، وخلص فتره الطلوقه بتاعته وخلص فتره الانتاجيه بيدخل في اللحم. جميل.